إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية تناول القضايا المجتمعية ذات الأبعاد الأمنية، نظمت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع، التداعيات، آليات المواجهة، وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لمواجهة مخاطر وتداعيات هذه الأفكار وما يترتب عليها من انعكاسات أمنية خطيرة. دور وزارة الداخلية أصبح دور متعدد الجوانب، لم يعد يتعلق فقط بالجوانب الأمنية أو حماية الأمن القومي أو المشاركة في حماية الأمن القومي المصري والأمن الداخلي، لكن أصبح هناك دور توعوي كبير لمسناه في الفترة الأخيرة. احنا بنعتبر أنه مثل هذه الندوات التوعوية هامة للغاية، لأنها بتساعد في تأمين كيان الدولة ضد المخاطر الداخلية والخارجية التي يتعرض لها. بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين وعدد من قيادات وزارة الداخلية وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والشخصيات العامة، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة وطلبة كليات الشرطة، ركزت الحلقة النقاشية على دور وزارات الدولة في مواجهة الأفكار الهدامة، خاصة تلك التي يتم ترويجها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة. الأفكار الهدامة موجودة وهتفضل موجودة، ولكن آليات نشر هذه الأفكار بتختلف من وقت لآخر، التقنيات اللي بتستخدم فيها بتختلف من وقت لآخر، وبالتالي احنا مهم جدا يبقى عندنا وعي بإيه الآليات الحديثة لنشر مثل هذه الأفكار. هذه الندوة بالجلستين بالحضور بالمداخلات بالمناقشات أثرت الأفكار، شحذت الهمم، أنه بالتأكيد لابد من الوصول إلى حل. هذه الحلول لابد أن تكون حلول مبتكرة وحلول غير تقليدية. تغيير الفكر ينشأ عنه تغيير السلوك، وتغيير السلوك ينشأ عنه تغيير العادات، فبالتالي إحنا لما نزرع فكر جديد جوه أولادنا، فكر مستنير، هنحصد فرد مميز ونحصد أسرة مميزة ونحصد مجتمع مميز. وقد أثنى المشاركون على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية نحو بناء الوعي المجتمعي، ما يشكل حائط صد ضد كل محاولات الهدم أو الترويج للأفكار التي تحاول التشكيك في الثوابت الوطنية. اتضح أن كل مناح الحياة تصب في موضوع الأمن، وهم معنيين بموضوع الأمن الحقيقة، ولذلك هم بيعقدوا هذه الندوات لمناقشة هذه الأفكار وهذه الأشياء الضارة بالمجتمع. دور وزارة الداخلية تأكدنا النهاردة أنه لا يقتصر فقط على الأمن، لا ده دوره توعوي، والنهاردة شفنا ده في دعوة أطياف عدة من المجتمع متمثلة في الشيوخ وقساوسة وطلاب وأساتذة، فالحقيقة كان حلقة نقاشية رائعة جدا. وزارة الداخلية مش بتهتم بالدور الأمني بس، لا دي بتهتم بالدور التوعوي وخصوصا الطلاب والناس عامة، بس الطلاب خاصة لأن هم بيبقوا هم مركز المجتمع. أوصت الحلقة النقاشية في ختام فعاليتها على ضرورة التصدي المجتمعي للأفكار الهدامة عبر استمرار جهود التوعية المجتمعية لكافة الفئات، والتأكيد على دور الأسرة في هذه المواجهة من خلال التنشئة السليمة والحفاظ على العادات والتقاليد، والتأكيد على دور وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية في نشر الفكر المستنير.